ما زالت متابعتنا الخاصه لكاب 27 ولقاءاتنا الخاصه موجوده هنا في شرم الشيخ، ولكن امبارح كان يوم مهم جدا وزياره الرئيس الامريكي جو بايدن، والقى كلمه هامه جدا وكان فيها تعهدات مختلفه للجانب المصري، وكمان كان التحدث الاكبر عن التغيرات المناخيه والتحديات، لكن كان في صفقه هامه جدا مع الجانب المصري والولايات المتحده الامريكيه وبنك الاتحاد الاوروبي بصفقه 500 مليون دولار لتحول مصر للاخضر بشكل عام، واتفاقات اخرى كانت موجوده في الكونغرس الأمريكي للحد من غاز الميثان، كلها طبعا للتعامل مع التغيرات والتحديات المناخية. معي الآن سيناتور بن كاردن وهو أحد السيناتورز في الولايات المتحدة الأمريكية لنتحدث عن آليات تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ومدى قابلية تنفيذها بالفعل. Mr. Ben, thank you for joining. شكرا سيد بان لوجودك معنا هنا في القناة الأولى المصرية. أولا وقبل شيء هي زيارة المهمة وإلقاء كلمته في المؤتمر والصفقة التي تمت فهمت بين مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي إلى التحول الأخضر في مصر، كيف لنا أن ننفذ على أرض الواقع؟ شكرا بالطبع لهذه المبادرة رئيس بايدن ومبادرتي. أن المهمة الجيدة العلاقة بين البلدين ملتزمين لنجاح مؤتمر المناخ 27. نحن أيضا لدينا طموحات وأهداف طموحة قوية للخروج باقتصاد يعتمد على الوقود الأحفوري إلى طاقات متجددة. إذن المتحدة الأمريكية قاعدت هذه الأهداف وتساعد الدول على تحقيق هذا، وكان إعلان الرئيس بالأمس أنه نساعد مصر لتقديم كل ما تحتاجه لتحولها الرقمي أو الاقتصاد الرقمي، وهذا يعتبر التزام بمناخي وأن تكون قاعدة أساسية للمستقبل. أنتم ذكرتم أثر هناك التزامات عديدة وكما حدث منها اتفاقية ومبادرة 500 مليون. ما الذي سيتم تنفيذه من مخرجات هذا المؤتمر 27 وغيره من النسخ السابقة؟ إذن هل هناك اختلاف في عملية التنفيذ؟ بالطبع، كما تعلم أن كثير من الدول الآن ليس تضع التزامات ولكن معظمها تضع تنفيذ. لدينا الآليات لأن نكون الطاقة المتجددة هي هدفنا وتقليل من الانبعاثات. بالفعل بعض الدول اتخذت إجراءات في هذا التنفيذ. نحن جميعنا نريد أن نبذل المزيد ونقوم بالمزيد لاستفادة من المصادر لنحو التحول والانتقال فيما يتعلق بنية تحتية خضراء. هذا في الطي العمل الآن، وهناك العديد من البرامج كما قلت أن دولنا وبلادنا تساعد إلى عملية التحول الأخضر ونحن ندعم البلد على هذا الأمر. وشكرا دكتور بان على وجودك معنا. يعني وكما رأينا هي الفكرة في التعهدات هي التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات سواء كانت القديمة من كاب 26 أو غيرها من مؤتمرات المناخ، ولكن أيضا ربما تكون هذه المرة مختلفة خصوصا بعد تعهدات الرئيس جو بايدن في مساعدة الدول النامية وطبع التحول الأخضر لمصر ومساعدة مصر التحول الأخضر والدول الأفريقية بشكل عام.